لا شيء أكثر التصاقا بالوجدان كالأم. هذه المفردة التي تختزل عالما بأكمله تستطيع أن تثير فينا حنينا تعجز حتى أكثر مشاهد العالم عاطفة أن تثيره. ليس من الغريب أن نحتفي بأمهاتنا اللائي يضاهين الربيع في جماله وزهوه في أعيننا بالتزامن مع انبثاق الربيع. الأم تتعوض، والأم هي دنيا، وأنا احتفلوا أولادي بعيد الأم وجابوا لي كيكة وجابوا قدموا لي هدايا، وهاي أول عيد أنا طالعة وياهم هنا نتفسح يعني ونتونس. ذيك هي الكيكة هم محضريها اليوم، جينا هنا نحتفل إن شاء الله. اي والله، وطونا هدايا بسيطه، قلت لهم انتم هديتي تخرجكم وهاي انتم الهديه مالتي. اول ما قعدت من الصبح اولادي كانوا ياسر ويوسف ونوره جايبين فشي بسيط، كل واحد يعني من عنده ورده، لان هم من اليوميات مالتهم جمعوا وجابوا لي كل واحد باقه ورد. الامهات العراقيات وببساطتهن المعتاده اخترن الاحتفاء بعيد الام في الحدائق والمتنزهات مع عائلاتهن وسط اجواء من الفرح والابتهاج، متمنيات السعاده والسلام لكل نساء العراق. اتمنى لهن كل خير وكل سلام، والله يبارك بكل ام ويبارك باولادهن. والام يعني ما تنوصف، يعني ما تنوصف الام، يعني شو اقول لك، عالم باكمله، عالم من محنه ورقه وصبر. طيب اتمنى لكل الامهات سنه سعيده ان شاء الله، وعام خير على امه محمد، ويعم الخير على كل المسلمين ان شاء الله. يحفظكم الله ويحفظ امه محمد. والله انا عندي بس ولد واحد وهاي البنيه. اي عايدني وانطاني فلوس هديه، قال لي تشتري هديه. اريد الله يحفظه ويحفظ اولاده ويحفظ بنتي واحفادي جميعا. جابت لي هديه مع العيد الام، وولدي باركولي ان شاء الله بعيد الام. هم يجيبولي، هم يجيبولي. اما النساء التي لم يسمح لهن القدر بالاحتفاء بهذا اليوم كامهات الشهداء المثقلات بالهموم، والنساء الكادحات على حافات الشارع، والأمهات اللائي يسكن دور العجزة دون أن يشعرهن أحد بجمال هذا اليوم، كل عام وأنتن رمزا للقوة والصبر. دير بالك على أمك البعد وياك، ومو فوق الظهر على الراس خليها، دنيا بلا يوم ما تسوى بيها نعيش، شل بهيج دنيا وأم ما فيها. مهما تعددت مصادر النور في حياتنا يبقى أكثرها ضوءا وبريقا هو الأم. إلى أمي وكل أمهات العالم، كل عام وأنتن ربيع أيامنا. لميس عبد الكريم، قناة رشيد الفضائية، بغداد.